الإمام الكاظم عليه السلام حاول أكثر من خليفة عباسي انتزاع شرعيته من الأئمة المعصومين المطهرين من أهل محمد عليهم السلام، فلم يتم ذلك، وهم أهل العلم والحجة والبيان، إنهم يحاورونهم، فلما يجدون العجز والاندحار لا يجدون غير القتل والسجن للإمام المعصوم عليه السلام. هذه واحدة من المحاججات بين الرشيد العباسي وبين الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. أخبرني، لما فضلتم علينا ونحن وأنتم من شجرة واحدة وبنو عبد المطلب، ونحن وأنتم واحد، إنا بنو العباس وأنتم ولد أبي طالب، وهما عما رسول الله وقرابتهما منه سواء. قال الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: نحن أقرب. ها؟ وكيف ذاك؟ لأن عبد الله وأبا طالب لأب وأم، وأبوكم العباس ليس هو من أم عبد الله ولا من أم أبي طالب. فلما ادعيتم أنكم ورثة النبي؟ والعم يحجب ابن العم، وقبض رسول الله وقد توفي أبو طالب والعباس عمه وهو حي. إن في قول علي بن أبي طالب عليه السلام: ليس مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى لأحد سهم إلا للأبوين والزوج والزوجة، ولم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث، ولم ينطق به الكتاب إلا أن تيما وعديا وبني أمية قالوا: العم والد رأيا منهم بلا حقيقة ولا أثر عن النبي صلى الله عليه وآله. زدني يا موسى زدني. إن النبي صلى الله عليه وآله لم يورث من لم يهاجر، ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر. وما حجتك فيه؟ قول الله تبارك وتعالى حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن عمي العباس لم يهاجر. أسألك يا موسى، هل أفتيت بذلك أحدا من أعدائنا، أم أخبرت أحدا من الفقهاء في هذه المسألة بشيء؟ اللهم لا. كيف قلتم إنا ذرية النبي، والنبي لم يعقب، وإنما العقب للذكر لا للأنثى، وأنتم ولد الإبنة ولا يكون لها عقب؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى. من أبو عيسى يا أمير المؤمنين؟ ليس العيسى أب، إنما ألحقناه بذرار الأنبياء من طريق مريم، وكذلك ألحقنا بذرار النبي من قبل أمنا فاطمة. وهكذا أسقط في يد هارون الرشيد، فلم يدري ما يجيب، ولكنه أضمر في نفسه التخلص من الإمام لطمر كلمة الحق،
التي يريدون إخفاءها، ويأبى الله إلا أن يتم نوره.